السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفة النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض البسبوسة. هنعملها بطريقة سهلة جدا ومكونات بسيطة ان شاء الله هتعجبكم. إيه ما شاء الله، دايبة ومرملة وحلوة جدا. تابعوا بقى معايا الفيديو للنهاية علشان نشوف مع بعض الطريقة والمكونات. بس قبل ما نبدأ حابة افكركم بالاشتراك في القناة. اشتركوا في القناة من الكلمة الحمراء اللي تحت، هتلاقوها موجودة تحت الفيديو كلمة اشتراك باللون الاحمر، اضغطوا عليها وفعلوا زر الجرس، اختاروا الكل علشان يوصل لكم اشعارات بالفيديوهات الجديدة. وكمان ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو علشان اللايك بيرفع الفيديوهات. ويلا بينا بقى نشوف مع بعض الطريقة ونشوف المكونات مع بعض. بسم الله. المكونات عندي كوباية ونص من سميد البسبوسة، وعندي كمان نص كوباية من السكر، ونص كوباية من جوز الهند، وعندي كمان تلت كوباية من السمنة السايحة. طبعا انا معايرة كل المكونات بالمج اللي في ايديا ده، اللي هو مج الشاي الكبير. عندي كمان علبة من القشطة وكوباية كده من الزبادي. طبعا براحتنا نستخدم زبادي او قشطة، انا هستخدم الاتنين. عندي كمان رشة من الفانيليا ونص معلقة صغيرة من البيكنج بودرة. هجيب بقى طبق غويط كده وهضيف فيه الدقيق السميد على السكر على جوز الهند، نص كوباية برضو من جوز الهند، ونص معلقة كده من البيكنج بودرة، ورشة كده من الفانيليا. طبعا الفانيليا بتدي ريحة حلوة جدا، ممكن نستغنى عنها برضو مفيش مشكلة. هقلب بقى المكونات مع بعض، وبعدين هنزل عليهم تلت كوباية من السمنة السايحة. هقلب بقى المكونات كويس كده مع بعض لغاية كلها ما تتغلف بالسمنة. هبدأ بقى كده انزل القشطة، كوباية من القشطة كده، علبة من القشطة. وكمان هاخد كده نص كوباية من الزبادي. بس انا عايزة اقول لكم ان انا استخدمت علبة الزبادي كلها، كوباية الزبادي كلها وعلبة من القشطة. هقلبهم طبعا كده مع بعض كويس لغاية الخليط كده ما يختلط مع بعض ويبقى طري كده وجميل بالشكل ده. هبدأ بقى كده في الصينية اللي هدخلها الفرن، ده هنتها كده بالسمنة الاول من تحت، وبعدين هفرد عليها خليط البسبوسة كويس. هسويها طبعا كويس جدا، وبعدين بقى بعد ما سويتها عندي بقى كده شوية من فول السوداني علشان ازين بيه الوش كده، هرشهم على الوش. عندي كمان شوية كده من اللوز، انا كده مكسرات كده قطع كده، وكمان عندي شوية من الفستق. اي حاجة بقى المكسرات بقى على الوش، اي حاجة براحتنا. وممكن كمان لو مش حابين نحط مكسرات برضو يعني ده اختياري، فبسويهم كده على الوش، وبعدين بضغط كده ضغطة كده بايديا على المكسرات علشان تنزل كده تمسك في البسبوسة. هدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180 لغاية بقى ما تستوي، وبعدين اطلعها كده بالشكل ده، كده اخدت اللون وطلعت. طبعا عندي بقى الشربات بتاعها انا جهزته، بس ما جهزتهوش معاكم، هقول لكم بقى على المقادير بتاعته وهكتبها لكم برضو ان شاء الله في صندوق الوصف. عندي كوبايتين من السكر، عليهم كوباية ونص من المية، وعصرة من الليمونة، وقلبتهم كويس كده، وبعدين رفعتهم على النار لغاية ما يبقى ما يغلي كده ويبقى معايا يعني شربات لا خفيف قوي ولا تقيل قوي. وبس بقى البسبوسة بالشربات وهي لسه سخنة، والشربات كمان يكون سخن كده. سقيتها كده زي ما احنا شايفين، بغطيها بقى كده واسيبها تتشرب كده الشربات كله براحتها خالص لغاية ما تبرد تماما، وبعدين بنقطعها مع بعض بقى. طبعا انا هبيتها يوم كامل، يعني انا عاملاها من بالليل، هصبح بقى الصبح ان شاء الله اقطعها معاكم ونشوفها مع بعض، لان تبقى متمسكت احسن اكتر يعني. فالبسبوسة من الحاجات يعني اللي لما بتبات بتبقى طعمها احسن. كده تاني يوم بقى هبدأ كده اقطعها معاكم كده بقى ونشوفها شكلها عامل ازاي. عايز اقول لكم طعمها جميل جدا جدا ما شاء الله، وكمان القطعة متماسكة مش مهرية بقى ولا اي حاجة. شايفين ما شاء الله طالعة متماسكة القطعة وجميلة جدا، وكمان يعني متماسكة بس دايبة كده في الاكل، طعمها جميل جدا جدا.
كده اكون وصلت لنهاية فيديو النهاردة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتجربوها ان شاء الله، وتقولي لي رأيكم في الكومنتات تحت. ما تنسونيش بس بالله عليكم من اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد، واترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.